طبطب في المنزل بعد هضرت مع جيران قالت لهم ما شفتوهمش. بعد جار رفيق دخل على البالكون كي دخل قال لي شميت ريحه هكا مش ريحه غاز ولا حاجه مغمومه هكا الدار. قال لي جيت نتفقد قال لي صبت الطفل طايح في الارض حد الاب فوق سرير والمرأة جاء وحدة تاقة. المرأة حبت تدير حاجة باش تصوفي والطفلة كانت ناسي وحدة تاقة سمات الطفلة اللي تصوفات فيهم فك الدنيا هواها منها من العود الطفلة ربي يرحمهم.